السلام عليكم قناة لطيفة البراقي وموقع لطيفات. أرحب بالجميع. اليوم إن شاء الله كيف موعدك سيدتي؟ موعدنا مع رغايف صغار معسلين شهوة منهم ليوم العيد. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Activez s'il vous plaît ce petit crash pour pouvoir suivre avec nous ces رغايف بريستيج ومياه. هاد الرغايف بريستيج سيدتي بالعسل اللي هما شهوة منهم كيف تشوفي معايا تليق المناسبات. طريقة العجن تاعهم والتوراق تاعهم درت لك في فيديو سابق، وكنت قلت لك أثناء الفيديو السابق بأنه هاد العجين غتلقى لنا عدة وصفات. في هاد الفيديو اللي تتشوفي سيداتي غادي يكون طريقة غتكون فيه طريقة تشكيل هاد الرغيف وطريقة طهي الرغيف. ندوزو نشوفو الطريقة. بعد ما نطلقوا العجين سيداتي في الماكينه تاع العجين اللي شفنا في الفيديو السابق وتنحصلوا على النتيجه التاليه، اي عجين مورق جاهز للاستعمال بحال تشوفي قدامك. هنا تناخذوا واحد المترو منه وتنبداو نتنيو على واحد البعد تاع 3 سنتيمات، يعني كل 3 سنتيمات تنلويو هذا المترو في الاخر تاعو، تلصقوه بشويه الماء باش تنحصلوا على النتيجه اللي تشوفي قدامك. هاد النتيجه غادي نشدو غادي نقطعوها بالموس على واحد البعد تاع 4 ولا 5 سنتيمات، نحصلوا على مستطيلات ولا مربعات. كل مستطيل او مربع غادي نسد لك ونوركو عليه في الوسط تاعو بلا ما نوصلوا الجوانب تاعو، اي بلا ما نوصلوا البلياج، تنحصلوا على هذه النتيجه. وكل واحد من هادو غادي نزيدو عاوتاني ناخذوه ونزيدو نوركو عليه بواحد العصيوه صغيره رقيقه غير في الوسط، غير في الوسط مزيان نوركو بلا ما نقيسوا الجوانب، ضروري ما نقيسوش الجوانب. من بعد سيداتي تنسخنوا زيت القلي اللي غنقليو فيه الرغيفات تاعنا، وتنبداو نقليو الرغيفات تاعنا بطريقه عاديه بطبيعه الحال، تنحركوهم شويه باش يتقلاو لينا من كل جهات. من بعد تنهزهم تنحطوهم على واحد ورقه طبخ ماص للزيت، ومن بعد تنحطوهم في العسل. بطبيعه الحال انا استعملت هنا العسل تاع الدار اللي غتلقاي الوصفه تاعته في صندوق الوصف. ومن بعد ملي تيشربو لنا العسل تنصفيهم بواحد الصفايه باش ينقص ليهم الفائض تاع العسل. من بعد سيداتي تنديرو الرغيف تاعنا بريستيج في لي كاسيت بحال لي شتي تشوفي معايا، وتنزينوهم باي حبوب بغينا. انا هنا زينتهم بشويه تاع اللوز كونكاسي اللي محمراه شويه، وكيف تشوفي معايا هي وصفه رائعه تتشهي شهوه منها هماويه. نتمنى سيداتي تجربي الوصفه وتردي عليا قريبا. نتمنى ديروا اشتراك، ما تنساوش ديروا لايك، بقاي معايا دائما سيداتي باش تشوفي وصفات اخرى من نفس العجين. ما تنساش تدخلي لصندوق الوصف باش تعرفي العجين اللي درنا منه هذا الرغيف، وحتى العسل ذاك العسل تمثل كي تستعملي اي عسل تاع الدار. بالصحه والراحه والى الملتقى.